اي وعمي وليد العام الميمي. ان فيت انا باش نقول حاجه اي قول حوايج باش نقول حاجه للرئيس شوي شوي رئيس الحكومة. ركزي يا اختي لحظة خذ نفس نفس شهيق زفير ديريكت للرئيس ورئيس الحكومة اجي اميمي وزيد عامي مركزة في المساج اي بار توكل على ربي ولا اتحمل الاشياء التي ستقولها اميمي. تفضل 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 باش نقول حاجه باش نقول ميساج على مجلس النواب ورئيس الحكومه والسياسيين الكل كل الحمد لله هما ديما قاعدين يتعاركوا هما ديما قاعدين يتعاركوا هو فما هما علاش ما علاش ما مثال ما يعاونوش مثال طفل صغير هو قرا 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 بالكدي معناها وقال كي باش نكبر انا باش نولي طبيب ونداوي العباد وكل شيء ومن بعد كي كبر لقى روحه ما يخدمش ومثال ومثال اللي يخدموا في البلديه ينظفوا معناها ينحيوا الوسخ اللي في تونس فما كورونا يتعبوا على خاطرنا يمرضوا بالكورونا على خاطرنا وكل شيء وهما اللي هي يتعاركوا انا نحب نولي رئيس انا نحب نولي مجلس النواب وكل شيء دونك احنا صغار اون بو جيري سا اون بو جيري سا مادام هما مالوغوزمون ماهمش معناها لاهين بتونس احنا اون بو جيري سا باش تونس تولي قويه باش تونس تولي قويه حاجه نحب نتكلم هي بعثت ميساج للرئيس انت شكون تبعث مش للرئيس مش للرئيس الرؤساء الكل سياسيين كامل وزاد العام لازم يكون عنده حقوق مثلا العام لازم يكون عنده حقوق كيفاش سي مهدي معناها مولى المشروع هذايا مولى المشروع يلزم معناها يشري ادوات للعام يشري ادوات للعامل يعطيه وقت الراحه يوفر له الشهريه أي شهرية حسب اللي خدم السياسيين عم وليدي نقصوا من العرك لازم يتلاقوا ببلادهم أي أي فولا ولا العظيم مع الوسخ زيدا اليوم جمعة عمل النظافة اليوم جمعة جاو مركزين مع السياسيين عم وليد شكون عمركم شكون احكيولي احكيولي رفاق عم أنا جيت مأخر اليوم هاي ديجا مع الوسخ اللي فما في تونس الكل زادة عندنا زادة الكورونا اللي قاعد يقتل في برشا عباد كل يوم العباد في السياسة والرؤساء فيسبوك قلبي يوجعني ديما قاعدين يتلاهوا بالمرأة وكيف تحط الخمار وما همش قاعدين يتلاهوا بالفاكسان شنو دخلنا توا في المداخل هذوما انت توا انت توا شنو دخلنا في المداخل هذوما ريت كي تحل لهم الديبا ما يتحلهمش عمي وليد اش دخلنا احنا في الخمار ومش خمار عمي وليد كيفاش اللي يحب يلبس خمار ربي معاه واللي ما يحبش يلبس خمار ربي معاه ريت محلية الحياة هكاك يلزم عمي وليد فهمت موسى انا طول كي وليت ندخل فيسبوك قلبي يوجعني خاطر قبل كنا في اربع ايام نعملوا ميت واحد توا في نهار ولين نعملوا بالميت ميت وي تو ديجا تونس معناتها عمل نظافه لازمني نرجع الانضباط في استوديو باش نخش تتاح صغيره مع البي مازلنا واصلين معكم حتى ال 6 ونص تاع العشيه انتم تسمعوا في راتين كاري جونيور وليد زياد لا 48 دقيقة علي في محل راديو مازلنا واصلين معكم حتى ل 6 ونص نتاع العشية راه فما بعض الاضطرابات صارت في التعليقات الغالب يتخمروا ويدخلوا بعضهم باش تعرفوا معناها قيمة الشيء اللي تفرجوا فيه في التلفز معناها تلموا العرك ولا عندكم انتوما في عندنا في التلفز ولا عندنا بين السياسيين اللي يغزروا معناها سرفلات على الصغار ويوليوا هما بيدهم مخاخهم ولات متبلانتيا بين خمار ومش خمار و و و و و دونك فريمون معناها مالوريزمون بلادنا اللي اليوم ولات هذه هي اللي نتفرجوا فيه واللي نسمعوا فيه ولات هذه هي مشكلة تونس ريالمون مش هذيك مشكلة تونس مشكلة تونس اليوم الاقتصاد مشكلة تونس اليوم الكورونا مشكلة تونس اليوم اللي عندنا ماتير جريز عندنا طب عندنا مهندسين عندنا قامات قاعدة تخرج من هالبلاد هذه مشكلة تونس الثقافة مشكلة تونس الفن نتاعها مشكلة تونس اليوم اللي المسرح مسكر خاطر ما عندناش لي فاكسان خاطر بلادنا مازالت واقفة هذوما هما مشاكل تونس نورمالمون يصير عليهم دي ديبا ونورمالمون نحكيو عليهم ونورمالمون نتخمروا عليهم ونتعاركوا عليهم هاد تجيب لي حل انت اليوم اعطيني استراتيجيك ايكونوميك ريال باش اليوم انا ننقز بهالبلاد هذايا يجي اليوم يقف مع العمال يجي اليوم نقفوا مع اصحاب الشركات زاد ورؤوس الاموال
ويجا نمولوهم يجا اليوم نقاو دي استراتيجي ريال باش نخرجوا البرودوي التونسي لبرا خلي صغارنا يتفرجوا في الشيء هذا في التلفز. معناها اليوم ولات مشكلة ايدونتيتي ومشكلة نلبس اللي يحب يلبس يلبس واللي ما يحبش يلبس ما يلبسش وتونس تلم الناس الكل وهذيك بلادنا. دونك اليوم بالحق انا ندخل فيسبوك وكنت باش نقول الكلام هذا هو ليميسيون مي الصغار خمروني دخلت معاهم في الجو ديريكتومون وقاعد يدخل اليوم الفيسبوك يدخل يعزي يدخل يقول ان شاء الله لاباس. معناها فريمون حاجه تاسف ان شاء الله يا سياسيين تصيبوا عليكم من من هاللغه هذه الكل وترجعوا بالحق رشدكم وترجعوا تقفوا البلاد هذيا وترجعوا تحطوا اليد في اليد كلك سواء شنو الانتماءات واللي يغلط يتحاسب. ان شاء الله ربي مع تونس وربي بعد علينا هالكورونا. فهمت شموسه توا الميساج؟ اي انا حبيت نقول في عوض العباد اللي في السياسه يتلهوا بالكورونا قاعدين يتلهوا معناها ماهمش قاعدين يخليوا قضايا جنبيه قاعدين يخليوا في معناها في المرأة رايدين معناها ماهمش قاعدين يخليوا فيهم رايدين المرأة ولا الرجال الناس الكل الناس الكل ماهمش قاعدين يخليوا فيهم رايدين يقولوا لهم يعطيهم دي زوردر معناها قلت انا قلت كل واحد يعمل اللي يحب وسونسي ما يخليو العباد كيما يعملوا اللي يحبوا يتلهوا بالكورونا اي يعني ما يا عمل نظف ربي خلينا نشوف مي هبلتني